أهلا بكم مشاهدي الكرام. كما استمعنا لسياق هذا التقرير، عنواننا في هذه الوقفة الحوارية انتخابات مجلس النواب المصري. بعد إذن حضراتكم أحيي الأستاذ أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك فندم. كيف تتصور شكل الانتخابات القادمة؟ ده سؤال، والسؤال اللي ممكن يكون بيتردد في الشارع، ماذا سيقدم هذا البرلمان عما لم يقدمه البرلمان السابق؟ يعني يمكن سيادتك طبعا احنا بصدد طبعا إجراء الانتخابات البرلمانية الحالية إن شاء الله. يمكن طبعا تم اعلان بعض التحالفات الانتخابيه، منها مثلا القائمه الوطنيه من اجل مصر، ودي طبعا بتضم عدد من الاحزاب السياسيه الى جانب كيان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. طبعا الانتخابات ستجرى طبعا وفقا للنظام الانتخابي الذي تم اقراره من جانب مجلس النواب الحالي، وهو 50% للقائمه المطلقه المغلقه و 50% للنظام الفردي. ممكن توضح لي يعني ايه القائمه المغلقه المطلقه؟ هقول لسيادتك، يمكن طبعا ده النظام الانتخابي، طبعا النظام الانتخابي ده بيتم طبعا اقراره وفقا لطبيعه المجتمع اللي بيتم تنفيذه فيه. تمام. وبالتالي كان مشرع ارتأى ان 50% القائمه المطلقه المغلقه و 50% من النظام الفردي ده النظام الانسب ليه. نقصد انه في 50% هيتم انتخابهم من خلال القائمه المغلقه المطلقه، وفي 50% من عدد المقاعد النظام الفردي. نظام الفردي. طيب القائمه المطلقه المغلقه يعني ايه؟ يعني القائمه اللي بتنجح كلها الا بيكون فيها سقوط كلها. وبالتالي اعتقد احنا بننتخب برامج وليس بننتخب اشخاص، احنا بننتخب برامج في القوائم على وجه التحديد. طبعا بننتخب يعني سيره ذاتيه للمرشحين الموجودين داخل القوائم الانتخابيه. عندنا التزام دستوري فيما يتعلق بنسبه المراه، لابد ان تمثل بنسبه لا تقل عن 25%، وده التزام دستوري وفقا طبعا للتعديلات الدستوريه التي تم اجراء الاستفتاء عليها مؤخرا للشعب المصري. طب يعني كل قائمه فيها عدد قد ايه من المرشحين باعتبار ان القائمه يا تنجح كلها يا ما تنجحش كلها؟ القائمه 284 نائب، دي القائمه المطلقه المغلقه، و284 للنظام الفردي، وبالتالي يصبح عدد أعضاء مجلس النواب القادم 568 إلى جانب 28 معينين من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن أنتم ملزمين أو النظام السياسي طبقا للقانون محتاج أنه يخصص 25% من عدد بالزبط. أفراد المرشحين على القوائم من المرأة. للمرأة بالظبط كده. وبالتالي ده جعل طبعا تشكيل القائمة الوطنية أو القوائم اللي بيتم تشكيلها لخوض الانتخابات البرلمانية يكون نصفها للسيدات، وبالتالي لما يكون 50% من نص القائمه للسيدات ده يحقق ان 25% من البرلمان، ومن ثم يعني لا يشوب الانتخابات اي عوار دستوري يؤدي الى حل البرلمان القادم. طيب فيما يتعلق باليات الاختيار، ما شوهد من عمليات اختيار النواب وتنقيطهم والتفضيل، او ايهما الاصلح لي ان ينتمي لهذا الحزب والا ينتمي لهذا الحزب؟ كيف رايت هذه العمليه؟ يعني يمكن اقول لسيادتك الحاجه، طبعا فيما يتعلق بالقوائم زي ما قلت لسيادتك، احنا الناخب المصري هينتخب برامج، هينتخب القائمه دي قائمه مثلا في قائمه هتهتم تقول لك انا مهتمه بالتعليم، انا مهتم بمجال الصحه، انا مهتم بمجال الصناعه، انا مهتم بمجال الاقتصاد، بالحمايه الاجتماعيه، ومن ثم كل هذه البرامج طبعا بتبقى من شانها طبعا انها تكون يعني تلقى اهتمام كبير جدا من جانب المواطن المصري. القائمه طبعا اللي بيتم تشكيلها وفقا للمعايير ووفقا للمنتمين اليها وفقا للمعايير بتضعها القائمين على تشكيل القائمه. هل هي نسب بتتفق عليها طبعاً الاحزاب المشتركه، وبتكون بناء على قوه كل حزب، على قوته، على قدرته، على الدعم اللي ممكن تقدمه، بيتم ازاي؟ دائما وابدا بيقاس قوه الحزب بتاثيره في الشارع، ومن ثم قوه الحزب وتاثيره في الشارع هي الدعم الرئيسي لتشكيل القوائم الانتخابيه. وخلينا يعني نتفق ان في النهايه الراي للناخب المصري، ومهم طبعا في تشكيل القوائم الانتخابيه انها تكون قائمه على ممثلين او مرشحين لديهم القدره على التواصل مع الشارع بشكل جيد، لديهم القدره على تقديم خدمات للمواطنين، لديهم ثقل في الدوائر الانتخابيه الخاصه بهم، ومن ثم كل ده بيكون عوامل رئيسيه في فكره دعم المرشحين الموجودين داخل القوائم الانتخابيه. ومفهوم البرامج، هل بترى انه مفهوم يعني دي ثقافه الشارع المصري متعود عليها، مفهوم البرامج انه ينزل ينتخب قائمه لمجرد انها تنتمي لهذا الحزب وهو مفروض يكون عارف برنامجه؟ يمكن اقول لسيادتك الحاجه، يمكن فكره نظام القائمه طبعا موجود في كل صحيح. دول العالم بس بطرق مختلفه طبعا. يمكن اقول لسيادتك طبعا، والتلزام الدستوري اللي وافق عليه الشعب المصري فيما يتعلق بتمثيل المراه بنسبه 25% ادى طبعا ليكون هناك طبعا توجه بشكل كبير جدا لان يكون الانتخابات للقائمه المطلقه المغلقه 50% وللنظام الفردي 50%. ولكن طبعا فكره هل يا ترى ثقافه المجتمع المصري ستتعامل بشكل محترف مع فكره القوائم الانتخابيه، اعتقد الموضوع ده هيتم بشكل كبير جدا. ايه دليل حضرتك؟ هقول لسيادتك، دايما الناخب بيبص على المرشح سواء فردي او في القائمه هيقدم لي ايه انا كمواطن. طبعا نعلم تماما ان الدور الرئيسي لعضو مجلس النواب هو التشريع والرقابه، وذلك وفقا للدستور. ولكن طبعا هناك ثقافه مجتمعيه تعودت
ان مرارا وتكرارا لابد ان يكون النائب نائب خدمات. فخلي بال سيادتك عشان نغير ثقافه مجتمع ده محتاج لسنوات طويله. ومن ثم يمكن اقول لسيادتك وانا في البرلمان الحالي، يمكن فكره الجمع او التوازن ما بين نائب التشريع والرقابه وهو دور رئيس العضو مجلس النواب وما بين نائب الخدمات ده امر مهم جدا طبعا، وخصوصا في ظل غياب المحليات. ده ادى طبعا للعضو مجلس النواب كان بيشتغل طبعا لدور الرئيس هو التشريع والرقابة إلى جانب الدور الخدمي نظرا لغياب المحليات. ومن ثم المواطن يهمه النائب اللي هيقوم على تقديم الخدمات ليه، اللي هيقوم بالتشريع داخل وتحت قبة البرلمان فيما يتعلق بالمجالات المختلفة، مسألة تطوير التعليم، ارتفاع مظلة الحماية الاجتماعية، تطوير ملف الصحة، كل الأمور دي أعتقد أنها بتبقى نصب أعين المواطن المصري في عملية انتخابه للمرشح اللي بيتم عرضه عليه. طيب أنا هكلم هسأل حضرتك بصفتين، بصفتك السابقة باعتبارك كنت عضو نواب، وبصفتك يعني هتخوض التجربة الجديدة. انت حضرتك شايف انه الناخب المصري ايه اهم طلباته اللي على الاقل اللي انت واجهت بيها، وهل المواطن او الناخب باعتبار انه المواطن هو في الاصل ناخب والعكس هو الصحيح، قد يتفهم مجهودك داخل مجلس النواب ويتفهم يعني ايه ان انت شرعت لمظلة طبية ومظلة صحية، هل بيعتبر انه ادائك على مستوى مصر هو اداء خاص لي ولدايرته وعدد اللي انتخبوك؟ يعني انا عايز حضرتك تحكي لي على تجربتك فيما يتعلق بهذه الجزئيه على وجه التحديد، كيف تعاملت معها وكيف واجهت ناخبيك بهذه الاسئله؟ سؤال مهم جدا. يمكن اقول لسيادتك طبعا في بيبقى في تباين طبعا واختلاف في وجهات النظر ما بين المواطن. في مواطن مهتم او يعلم تماما ان دور مجلس النواب هو التشريع والرقابه، ومن ثم هو يهمه النائب بتاعه قدم ايه داخل البرلمان من مشروعات قوانين، كيف قام باستخدام الادوات البرلمانيه فيما يتعلق بمحاسبه الحكومه من استجوابات وطلبات احاطه واسئله وبيانات عاجله وما الى ذلك من الادوات البرلمانيه. وفي مواطن اخر يهتم بالخدمات، انت هتخدمني في ايه؟ يمكن طبعا وجود ثقافه نائب الخدمات هي موجوده بالفعل زي ما قلت لسيادتك محتاجه لسنوات كثيره للتغيير. بتنجح وتسقط حقيقي. دي حقيقه. وخلي بال سيادتك لازم لابد من التوازن واحداث البالانس ما بين نائب التشريع والرقابه وما بين نائب الخدمات. يمكن طبعا كانت معظم الطلبات المتعلقه بالمسائل الخدميه دي فيما يتعلق مثلا بشبكه تاهيل الصرف الصحي مثلا، شبكه مياه، ان العلاج على نفقه الدوله ان يكون في سرعه في ادائه، استخراج معاشات تكافل وكرامه للمستحقين من الأسر المصرية. كل الأمور دي كانت من الطلبات المواطنين الفردية، ولابد من النائب أن يتعامل ويتعاطى مع تلك المتطلبات. والدولة كانت بتتعامل إزاي مع النوع ده من الطلبات؟ بشكل محترم جدا. كل سيادتك احنا دايما كنا بنتعامل بدولة احنا بنرفق خطاب مرفق بيه مثلا صوره بطاقه المواطن، بيتم اجراء البحث الاجتماعي على المواطن للتاكد من هل الدوله هي اللي بتقوم بعمليه البحث. طبعا يعني مثلا لو خدنا مثال على عمليه مثلا المعاشات فيما يتعلق بوزاره التضامن الاجتماعي، بيتم اجراء بحث اجتماعي على المواطن، في حال الاستحقاق بيتم ابلاغ النائب ان المواطن ده يستحق، في حال عدم استحقاقه بيتم الرد برضو على النائب يعني يتم اعلامه هل يا ترى المواطن ده يستحق، ولو ما يستحقش ليه، وده امر مهم. يعني بيجي رد مسبب، وده اعتقد ان ده امر مهم جدا وبيهم المواطن المصري ويهم النائب، ان النائب يكون على تواصل دائم مع المواطنين وان هو بيجي له رد سواء بالايجاب او بالسلب، ولو بالسلب ليه. طيب مش انا قلت انه حضرتك كنت مرشح او كنت عضو سابق ومرشح؟ صحيح. مش ديني اعتبر هو حتى الان البرلمان تنتهي الفصل التشريعي وفقا للدستور 9 يناير 2021. يعني حضرتك عايزني اقول لك سياده النائب؟ لا خالص، لا مش المقصد. حضرتك عملت ايه انت ومجلس النواب فيما يتعلق ب استعمال المال السياسي المفرط داخل انتخابات مجلس النواب الماضية، وعملتوا ايه علشان تقللوا من اثرها في انتخابات مجلس النواب الجديدة؟ خلينا نتفق ان فكرة طبعا استخدام المال السياسي في الانتخابات المفرط يعني تتفق التعديل. لا تتفق ولا تختلف؟ طبعا بيبقى في استخدام مال سياسي بشكل كبير طبعا، لكن خلينا نتفق مع سيادتك ان يعني فكره المال السياسي مش موجوده داخل المجتمع المصري بس او في المشهد الانتخابي المصري، ولكن هي على مستوى العالم كله. صحيح. تختلف من دوله لاخرى وفقا طبعا لطريقتها وطبيعه المجتمع. بالظبط. ولكن خلي بال سيادتك دايما من الرهان على عقليه الناخب المصري. يعني يمكن اقول لسيادتك انا نفسي لما خدت الانتخابات خدتها انا ناجح من 28 سنه. اشتغلت على فردي. مقعد فردي؟ فردي انا ناجح فردي عند دائره الساحل 28 سنه. فكره التعامل مع المواطنين والتعاطي مع متطلباتهم وان انت تنشر الوعي ما بينهم في اختيار من يمثلهم ويقوم على اداء خدماتهم، اعتقد ان كان ليه مردود ايجابي جدا داخل الراي العام المصري، بدليل اقول لسيادتك داخل البرلمان اللي هو تم انتهاء طبعا فيما يتعلق بادوار الانعقاد الخاصه بيه في 59
50 نائب شبس ان هم بين 25 و35 سنه، ويمكن ده اعتقد سابقه في تاريخ الحياه النيابيه في مصر. الى جانب كمان اقول لسيادتك عندنا باكوره انتاج للشباب المصري فيما يتعلق بتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. هذا الكيان الذي يضم 27 حزب سياسي من كافه التوجهات ومختلف الايديولوجيات السياسيه، بيقعدوا مع بعض على طاوله واحده، بيتم مناقشه جميع الملفات، وبالتالي بيكون في كافه الاراء ما بين الراي المؤيد والمعارض، ما بين الراي والراي الاخر. يعني حضرتك ممثل لحزبك جوه التنسيق؟ صحيح. تمام. عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، واعتقد ان كل الامور دي يعني تعطينا مؤشر ايجابي ان المشهد السياسي في مصر بيتغير للافضل، ودايما الرهان بيبقى على عقليه الناخب المصري. ازاي؟ خلي بال سيادتك المواطن المصري اصبح يعني يتفهم الامور دي بشكل جيد جدا. انهي امور؟ امور فيما يتعلق بيه، ان انت هتقعد معاه تعرض عليه انت هتقدم له خدمات ايه؟ هتقدر تقدم له الخدمات دي، ولا انت بتقول كلام زي ما قلت سيادتك مفرط؟ هنقول بقى كلام مفرط، ان انت بتقول انا هعمل وهسوي و و و، وبالتالي المواطن اصبح لديه الفهم والوعي والتقييم للناخب او التقييم للمرشح. هل يا ترى المرشح ده قادر على تنفيذ البرنامج الذي وعد به ناخبيه، ام هو يقول كلاما من كلاما معسولا من اجل الانتخابات البرلمانيه؟ وبنسمى زي ما قلت لسيادتك وعي المواطن وتشكيل عقليه المواطن المصري اصبحت متغيره بشكل كبير جدا. طيب بتتصور يا فندم، انت بتسمح لي انتقل الى تنسيقيه شباب الاحزاب. حضرتك لست الاول واظن لن تكون الاخير في من التقي بهم من هذه التنسيقيه، وبالتبعيه انه فكره انه جلساتكم الحواريه والنقاشيه اللي بتديروها مع بعض هو جل من لا يسهو. تمام. الاصل فيها انه ما هو اقصى الطموح اللي بتفكروا فيه سياسيا لهذه الدوله، وايه هو اقصى التخطيط اللي بتشتغلوا وبتعملوا عليه علشان تقدموا خطه ما يكونش فقط هو مجرد اجتماعات للتعارف؟ محتاج اعرف انتوا بتفكروا في ايه. طيب خلينا ارد على سيادتك ده وارد سيادتك من واقع عملي. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كما تحدثت تضم 27 حزب سياسي وممثلينهم داخل التنسيقية. ليست الاجتماعات هي اجتماعات مغلقة فيما بيننا طبعا. ولكن طبعا التنسيقية كانت سببا في وجود 5 من نواب المحافظين. ازاي؟ اعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن ثم تم ترشيحهم لتلك. هم في الأصل أعضاء التنسيقية ولا هم أصلا منتسبي أحزاب وبقوا موجودين ممثلين لأحزاب؟ ما هو التنسيقية تضم 27 حزب، ومن ثم كل الأحزاب دي ممثلة داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا الكيان الذي يضم كل تلك الأحزاب. كلكم فخورين بيه، محتاج أعرف ليه؟ يعني كل ما اكلم حد فكره انه إعادة طرحه والحديث عنه والتباهي بالانتماء ليه. يعني حضرتك مصدر، عفوا استخدام هذا اللفظ بس هو لفظ حميد، يعني انه حضرتك عضو تنسيقيه شباب طبعا حضرتك عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عن انتمائك الحزب وعن كونك نائب. بزبط. ايه الفكره؟ هقول لسيادتك يعني تبيع لي فكرتك ازاي؟ هقول لحضرتك تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين فكره الجمع ما بين كافه الايديولوجيات المختلفه والاحزاب المختلفه والرؤى اللي بيتم تناولها داخل تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بيجعلك طبعا ان انت بتشوف مشهد سياسي مختلف. كان فيما سبق ما كانش فيه تلاقي الشباب قاعدين مع بعضهم، حتى المختلفين في الرؤى كان دايما بيبقى فيه صدام، بس اختلافات طفيفه مش اختلافات جذريه خالص. سيادتك لا خالص، احنا بيكون في مناقشات عديده جدا. انا بس عايز ارجع لسؤال سيادتك سالته. طيب انا هسيب حضرتك خالص. هل يا ترى تنسيقيه الشباب والاحزاب والسياسيين تسببت فيه طبعا وجود 5 من نواب المحافظين؟ ده رقم 1. رقم 2، عند الاستحقاق الانتخابي فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ اصبح هناك 5 نواب اعضاء مجلس الشيوخ المصري عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. وعايز اقول لسيادتك الخمسه اللي تم انتخابهم هم من توجهات مختلفه تماما، 5 احزاب مختلفه تماما، ومن ثم ده امر جيد. انا عايز اسال اصل هم ممكن الزملاء اللي في التنسيقيه يزعلوا من سؤالي. لا خالص حضرتك خالص. بتقول لي ايه؟ بتقول لي انه الاعضاء دول من التنسيقيه، هو في الاصل هم مش من التنسيقيه، هم عن احزابهم السياسيه. صح؟ ما انا بسال السؤال ده لان انا فعلا مش ده مهم. ده مهم اللي احنا نوضح للناس. اقول لحضرتك ان التنسيقيه دي بتضم عشان بس 27 سياسي، وبالتالي هي مجموعه من الاحزاب السياسيه موجوده داخل كيان اسمه التنسيقي. عظيم. وده امر مجرد. فاللي بينجح عن حزبه مش على التنسيقيه، لكن ممكن يكون احد الناجحين يبقى مرشح عن التنسيقيه عن حزبه. وبالتالي طب وضح لي دي بقى لو سمحت. يعني مثلا القائمه الوطنيه من اجل مصر اللي تم اعلانها او سيتم اعلانها غدا او بعد غد ان شاء الله، هتضم 26 او 28 مرشح عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، كل واحد ممثل عن حزبه، ولكن هو مرشح تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. يعني التنسيقيه هي اللي بترشحهم؟ صحيح. وبالتالي لان خلي بال سيادتك لما قلت لسيادتك ان في سواء اعضائها او مش اعضائها
احنا عندنا اعضاء في التنسيقيه غير منتمين لاحزاب سياسيه. يعني مش كله اعضاء. في اعضاء داخل التنسيقيه مستقلين، في اعضاء شخصيات عامه، في اعضاء شخصيات سياسيه. وبالتالي يعني هو كيان حزبي لكن مش في الشكل القانوني للحزب، هو اجتماع وتنسيق وتجميع لمجموعه من الكوادر الشبابيه اللي في كل المجالات. صحيح. سواء حزبيين او غير حزبيين. بالظبط كده. طيب عظيم الصوره كده اوضح. وبالتالي ففكره الجمع ما بين كافه التوجهات والايديولوجيات سواء احزاب او شباب سياسيين او شباب مستقلين، وبالتالي الجمع ما بين هؤلاء الشباب ده امر مهم جدا. واحنا عندنا اصبح عندنا كيان شبابي يضم كوادر شبابيه وسيضم كوادر شبابيه اخرى موجودين داخل السلطه التنفيذيه فيما يتعلق بنواب المحافظين، وموجودين في التوقيت الحالي داخل السلطه النيابيه فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، وسيكونوا موجودين بالتبعيه داخل انتخابات مجلس النواب. طب حضراتكم بتفكروا في التنسيقيه باعتبارنا بنتكلم على تشكيل سياسي. صحيح. مش تشكيل سياسي فيما يتعلق بالتنسيقية، تشكيل سياسي للدولة بصورة عامة. مزبوط. إيجاد كيان منضبط لإيقاعه يتعامل مع المواطن بشكل في انضباط. مظبوط يا فندم. انتوا بتحلموا او بتفكروا او بتخططوا او بتشتغلوا ان التنسيقية دي تكون فين؟ يعني بتقول لسيادتك يعني تفكير كافة الشباب الموجودين داخل تنسيقية الشباب والأحزاب والسياسيين المهم بالنسبة له طبعا في الأول والآخر هو المصلحة الوطنية. ده رقم واحد، خلينا ده ثابت وأرضية ممكن ننطلق منها. النقطة الثانية ان الهدف من التنسيقيه ان يكون عندنا كوادر شبابيه قادره على تولي المناصب التنفيذيه والمناصب داخل المجالس النيابيه سواء مجلس الشيوخ او مجلس النواب. النقطه الثالثه فكره طرح الرؤى المختلفه وان يكون في جلوس ما بين كافه التوجهات والايديولوجيات المختلفه، ده بيؤدي ان يكون عندنا افكار مختلفه الهدف الرئيسي منها هو اعلاء المصلحه الوطنيه. النقطة الرابعة يؤكد أن هناك قيادة سياسية وطنية داعمة للشباب المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصوصا أن الأول مرة في تاريخ الدولة المصرية يكون هناك اهتمام بمن يشكلون 60% من المجتمع المصري والشباب المصري. أن يكون هناك يعني أقول لسيادتك لأول مرة يكون هناك 59 نائب شاب، يكون عندنا نواب سنهم 25 و26 و27 سنة. الكلام ده ما كانش موجود فيما سبق. وممكن ملفت نظر السيد المشاهد أنه دايما التغيير فيما اعتاد عليه المجتمع يمكن الناس بتظن ان هو بدوسة زرار انه انت بتاخد قرار التغيير فيتم التغيير، لكن دايما اعادة بناء الطوبة في اكمال مشهد التغيير ده ممكن بيحتاج وقت طويل. وانه جزء من اختياركم او انه وجود هذا العدد من الشباب في هذه المرحلة السنية ده جزء من الفكر، فكرة التغيير الشكل النمطي لمفهوم النائب. يعني احترم سيادتك جدا، وسيادتك يعني قلت لفظ محترم جدا، تسويق الفكرة. فكرة ان وجود شباب مختلف في الايديولوجيات والافكار بيقعدوا مع بعض عشان يناقشوا كافة الملفات السياسية ويطلعوا بافكار وتوصيات من شأنها انها تؤدي الى تطوير العديد من الملفات داخل المشهد السياسي المصري. يمكن عايز اشير لنقطة مهمة جدا، تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قدمت وثيقة انا يمكن يعني شاركت فيها. طبعا باعتباري عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب. التنسيقية تم إجراء حوار مجتمعي شامل مع 27 حزب سياسي وعدد من الشخصيات السياسية والشخصيات العامة لإصدار وثيقة تم تقديمها للسيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تعطي رؤى وأطروحات الأحزاب السياسية المشاركة في تلك الوثيقة لرؤية المشهد السياسي المصري. وده كان أمر مهم جدا أنا بشبهه أنه حدث جلل، بدليل أن السيد الرئيس رئيس مجلس النواب يعني رفع الوثيقة دي داخل جلسة تحت قبة البرلمان وقال أن الشباب المصري أصبح يشكل يعني شيء مهم جدا داخل المجتمع المصري، وبيقعدوا مع بعض وبيطلعوا أفكار وبيطلعوا قوانين قادرة على أنها تشكل مؤسسات الدولة. احنا بنتكلم على الحياة النيابية في مصر فيما يتعلق بمجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأعتقد أن ده كان أمر مهم جدا وضمن أبرز يعني الأطروحات وضمن أبرز الوثائق التي تم تقديمها من جانب تنسيقية شباب الأحزاب. طيب يمكن ده السؤال الأخير في الحوار. طبعا استمتعت زي ما بستمتع مع كل زملاء حضرتك في التنسيقية كلهم ما شاء الله منتقين بعناية. بتاخدوا الناس بالواسطة؟ خالص. يعني مثلا في شاب طموح، في ناس بتتفرج علينا، في ناس عندها حلم، عندها فكرة، موجودين في مرحلة القوة وفي باور عنده، يجي لكم ازاي ويشتغل معاكم ازاي ويندمج فيكم ازاي وتاخدوه ازاي بعيد عن التناطح الحزبي والحالة الحزبية المتعارف عليها فيما يتعلق بمفهوم المنافسة؟ انه لو في حد عايز يتوجه لكم ويندمج ويتعلم علشان يندمج ازاي ويجي لكم ازاي؟ سؤال مهم جدا.
وده كان مسار حوار مجتمعي كبير جدا خلال الفتره الماضيه. انا ما سمعتوش. لا سؤال مهم جدا. يمكن اقول لحضرتك على حاجه، فكره طبعا ان احنا نضم شباب داخل تنسيقيه شباب الاحزاب، ده امر بالنسبه لنا ممتاز للغايه، ان احنا بنضم كوادر شبابيه تضيف للكيان وتضيف للافكار والاطروحات اللي بيتم طرحها داخل التنسيقيه. احنا يمكن التنسيقيه والقائمين عليها طبعا من الشباب الموجودين داخلها اصدروا استماره بيتم ملئها وبيتم الاختيار وفقا لمعايير. طب ما هي المعايير؟ وده امر مهم. المعيار ان يكون لديه القدره العلميه والعقليه والادبيه والتوجه الوطني ان هو يكون موجود داخل التنسيقيه. النقطه الثانيه ان يكون لديه انتماء، سواء انتماء حزبي او اذا كان شخصيه سياسيه او بيعمل في العمل السياسي، او لديه القدرات العلميه التي تتيح له التواجد داخل الكيان. ومن ثم ده امر مهم جدا، لان في الاخر انا يهمني ان يكون هناك ضوابط وهناك معايير للاختيار، لان زي ما قلت لسيادتك باكد لك ان لا يتم الاختيار بالواسطه، ولكن الاختيار يتم وفقا لمعايير موضوعه يتم اختيار الشباب اللي يتم اختيارهم داخل التنسيقيه حتى يتم ادماجه في الكيان الوطني الذي تم تشكيله من سنتين ونص يعني. طب يتبع يعني سؤال مرتبط بنفس السؤال. ده سؤال مهم. فيما يتعلق بهذه التجربه او على الاقل الكيان ده اللي حضراتكم قلت ان هو خضع للمناقشه المجتمعيه على الاقل في اطاركم. صحيح. اللي تم اختيارهم انتوا اللي رحتوا لهم؟ احنا يعني انتوا اللي اخترتوهم وبناء على ايه؟ واللي جاي هيتم اختياره بناء على ايه؟ انا معرفش مسؤوليه حضرتك جوه. انت حضرتك بتتكلم على الوثيقه. انا بتكلم على الفكره بصوره عامه. اللي فات حضرتك تم اختيارك بناء على ايه؟ اسمح لي انا اعتذر. لا لا لا, لا 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 خالص. وبالتبعيه اللي هيتم اختياره فيما بعد، يعني احنا بنتكلم في تشكيل شكل سياسي للدوله. صحيح. المصريه. صحيح. تم اختيار حضرتك على ايه؟ او كل الزملاء اللي تم اختيارهم واللي جاي هيتم اختياره على ايه؟ وفقا لمعايير علميه وعقليه وانتماءات سواء حزبيه او شباب سياسي او شباب مستقل ولكن لديه الفكر ولديه الرؤى المختلفه الذي يستطيع ان يضيف الى تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وبالتالي متاح لكل الشباب المصري ان هو يقدم في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، ونحن نتشرف بذلك الامر ان اصبح للكيان وضع مهم جدا داخل الراي العام المصري. اتمنى لك التوفيق. وبكرر نفس الجمله اللي بقولها حين التقي بحد من التنسيقيه، انه انا دايما بسعد وبرى فيكم نماذج حقيقيا ناضجة عندكم القدرة على التعبير عن أفكاركم بشكل جيد. أتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. أتمنى للدولة كلها أن تنجح بيكم في اجتياز مراحلنا الصعبة المتلاحقة بشكل أو بآخر، وأتمنى للدولة بصورة عامة النجاح والتوفيق والسلام والسداد. شكرا جزيلا الأستاذ أحمد زيدان، وأنت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هذا الحضور. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هنروح لوقفة حوارية مع هنروح لوقفة موجزة للأنباء مع الزميلة ليلى عمر، ونعود لفتح وقفة حوارية أخرى مرتبطة بالحالة السياسية الحالية والتناطح السياسي وما يحدث في مصر بعيون المصريين وما يتم رصده من الخارج من خلال بث وسائل الإعلام لما ترى مناسب لأغراضها. هذه الحالة كيف تتشكل؟ كيف نواجهها؟ هذا هو عنوان الوقفة الحوارية القادمة. أرجو دايما أن تبقوا معنا.